يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في الجنوب يقول الشخص لآخر خذوه افعلوا به كذا أدخلوه في جهنم، والضمير عائد للجن، فما حكم هذا؟ وما الرد على من يقول إن هذا دعاء للحاضر فيما يقدر عليه ويقول إن الجن حاضرون معنا؟ وش يدريه أنهم حاضرون معنا ويشوفهم؟ هذا باطل وهذا شرك، هذا دعاء الغائبين ودعاء الجن والاستنجاد بالجن، هذا شرك، شرك صريح بلا شك، فيبين هذا لهم ويحذرون من هذا الشيء. نعم.